بالنسبه للطريقه كيفاش غادي نلعبوا مع الفريق حنايا، حنا مفروض عندنا ماشي مفروض عندنا كفريق كاكبر فريق بالنسبه ليا في افريقيا في المغرب على هذا التاريخ، انه نطلقوا من القوه ديالنا. هذا مفروض علينا، يعني هذا الشيء هو اللي خاصنا نديرو، ولكن بأداء بعقلانية بتواضع. التواضع اللي قصدت فيها هو انه الواحد ماشي يقول راه حنا لا نخدمو باقي ما وصلنا والو، ونحاولوا نوصلوا لواحد المستوى اللي كبير، ولكن نعرفوا بانه الثقه ديالنا كبيره باش نوصلوا. غادي ندخل نلعبوا غدا، حنا تندخلوا اي مباراه تلعبوا لها الفوز، اي مباراه يعني خاصك تكون مركز، خاصك تكون هذا. وابخي لي سيناريو تاع لي ماتش راه كنشوفوه مع صديقكم على الماتش كيفاش مشى. المساله الثانيه تاع لي بليسيور، باقي ما كايناش شي حاجه اللي هذا، الحمد لله كلشي مزيان. كاينين لاعب ولا اثنين اللي فيهم واحد الشكوك، غادي نقرروا عليهم حتى واش يكونوا معنا في المباراه ولا هذا. سولتيني بالطريقه المغربيه، هذا غادي نجاوب كذا. هو سميتو عندنا الهوني اللي عنده واحد شويه في هذا كما نقولوا شك، ما نقدرش نهضر في هذا الشيء لانه تنخلي هذا الشيء عندي مسؤول عليه الدكتور ديالنا. من بعد غادي توضح لنا المساله وغادي ناخذ واحد النقاط. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.